لو الحكاية فيها إن فيتو ما قرر النفق يطلع والهري ده كل وقت مفيش وقت عشر أيام ايه؟ يوم ما بيعوا 20 يوم مين هيستنى 20 يوم؟ ما هو قال لي 9000 جنيه طب وبعد كده قال لك 9 بس انا لو شغلت انا بقى كانك عايزه اجيب امي هنا تتعالج اشعه هي كانت في مستشفى خاصه وعايزه انقلها هنا يعني عندها ورم فين ولا عندها ايه؟ أسالي ما تجيب الورق بتاعها والحاجة بتاعتها كلها وبتجيب تقرير من الدكتور يعني أول ما دخلت المستشفى لحد ما خرجت وتدخل عيادة. هو بيني وبينك كده جهاز الإشعاع شغال ولا أصل الناس هنا كانوا بره بيقولوا مش شغال؟ الجهاز شغال ما في جهاز الجهاز شغال. أمال كانوا بيقولوا بايظين ليه؟ ما خلصش كانوا بايظين يعني خلاص؟ صلحتهم يعني عشان ما ادفعش الفلوس والنبي على الفاضي الله يكرمك. لا ده انت لسه هتجيبي الحاله ولسه هتاخد وقت يعني ادخلي عيادة الثدي الاول خدي معايا وهدي بقى التحاليل اللي مش عارف الحاجه بتاعتها كلها وكل ما عيادة تمام تعالى تفضل.